شعبي العزيز، ستنطلق المسيرة، ستطؤون أرضا من أراضيكم، وستلمسون رملا من رمالكم، وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. سنة 1940 ابتدت السنوات الصعبة القاسية اللي عرفنا فيها الجفاف والمجاعة والمرض. كانت الناس بتموت من الجوع والمرض، وحالها ما يعلم بيه غير ربنا. لا اخليك تشيل معاك حمار ولا هشيلك اتنين. العب اسمعي،
اخبار عنتر ايه؟ على ذمه الراوي وما تزعلش. عنتر سيبناه امبارح في السيره مسجون في قصر النعمان واكل علقه كمان. عنتر ابن شداد يتضرب علقه يا غبي؟ جرالكم ايه يا ولاد؟ ما يتغلب عنتر ده كلام في السيره بس، ولا الغلب اللي انتوا فيه مش مخليكم تصدقوا ان بطلكم حتى ممكن يتغلب في الخيال؟ الله، ايه الحكايه؟ محال عنتر يتغلب. ايه؟ ما يتغلبش ليه؟ ما دام متأكدين الناس ما نفعش الراوي كويس. والله كلامه صح، علشان كده الراوي غلب عنتر وخلاه مسجون. الأمريكان والإنجليز نسوا بأسفي والدار البيضة والقنيطرة، وأنتوا لسه في سيرة عنتر ابن شداد؟ الإنجليز والأمريكان يا عم. كويس. علشان نشتغل معاهم. أكيد زي الفرنساويين. هيكون أجرنا 30,000 فرنك والأوروبي 600,000 فرنك. يعني أقل 20 مرة. مش هيشغلوك، فرنسا هي اللي هتشغلكم في الحرب وببلاش. على إذنكم يا إخوانا، أصل سلمى أختي ابنها تعبان شوية، هاخده وأوديه المستشفى. يلا. ما كله مستعجل، ما وصلش هنا الا اللي خلص. ليك مين هنا يا بنتي؟ ابويا، الانسان الوحيد اللي فاضل لي في الدنيا دي. ربنا يستر. Thank you.
مساء الخير. ما تخافيش يا بنتي، انا قاصد خير. انت باين عليكي غريبه ومالكيش حد. انت عايز مني ايه؟ انا عاوز اساعدك. الليل قرب يليل، ولاد الحرام كتير. لكن انا قومي معايا يا بنتي، البيت قريب لحد الصبح. يلا يا بنتي، يلا يا بنتي. تعالي تعالي يا بنتي، تعالي اتفضلي. اقعدي اقعدي، ما تخافيش. دي بنتي غلبانة، قابلتها في السكة، بان عليها غريبة، قلت تقعد معانا لحد الصبح. ست واحدة ست. جاية تعملي ايه هنا يا شاطرة؟ أنا ما عملتش حاجة تغضبك، جوزك راجل طيب وعرض عليا أجي مع البيت، أصلي من الزحرة ومليش أهل ولا بيت هنا. وملكيش غير بيتي وجوزي، برا برا. حرام عليك، هتروح فين؟ في 60 داهية. برا 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 برا. الباقية في حياتك يا بنت، مسكين جوزك ودلوقتي ابني، مالكيش بخت. اهدي الشيطان يا بنت، انت لسه قادرة تخلفها عيال كتير. ناخدها البيت معانا يومين لغاية ما ترتاح. قلت ايه؟ قومي معانا يا بنتي، قومي. مالك يوم الدين؟ مالك يوم الدين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. آمين. ما عادش عندها رحمة، الواحد مستعد يقتل التاني عشان ياكل. استريح انت وانا هجيب لك رجل. انا اكلت امبارح، كنت ضامنه بكره اذا كنت هتلاقي رغيف العيش ولا لا. ده احنا بنشحت اللقمه من المستعمر، فرنسا مشغوله بالحرب سايبانا نموت في بعضنا من الجوع. دي جايه من ايه؟ من السحر، من العيون. انا كمان من السحر، عندنا بيت هناك. دلوقتي ساكنه فين؟ هنا في كاسابلانكا، ماليش بيت ولا ايه. ابويا اللي جابني معايا من الصحراء اللي دار البيضا مات المره دي تفوز. نفس المكان اللي مات فيه ابن الست اللي كانت معاه في كابول. تقرب لك؟ ايوه اختي، والطفل ابنها ابوه مات وسابها ارمله. وانا كمان ابويا مات في المستشفى سابني. الصبر طيب. تعال قومي معايا، قومي.
تعالي معايا البيت، اهلي هيرحبوا بيكي قوي. مش واثقه فيا؟ تعالي تعالي امال ولا يبقى نسيبك في الشارع. كتر خيرك. مش عارفه لولا كنت حامل ايه. أهلك ناس طيبين قوي يا حميد. كويس إن أختك مريحاك متعب البيت. مين؟ تامو؟ دي مرات ابويا، علشان كده حكمت علينا بالاشغال الشقه انا وامي. لكن انت ظهر ربنا بعتك علشان تساعديني في محنتي. امال جوزك فين؟ انا ماليش بخت في الرجاله. جوزي مات بعد جوازنا بست شهور، كان نايم، جيت اصحيه لقيته مبروك يا حميد على العروسه اللي في البيت، ذريه صالحه ان شاء الله. ما تنساش تعزمنا بالفرح بتاعك يا حميد، وده ابوك كان صديق العمر. لازم تكان من نص دينك. مبروك يا حميد، كده تجيب العروسة من غير ما حد يعرف؟ معلش عايزين نتعزم. إن شاء الله. مبروك يا حميد، انا علي اجيب لك احسن المكوئين يقضوا يوم فرحك. ما تحرمش منك يا حاج منصور. اخبار تفرح. ايه هي؟ اسسوا حزب وطني، حزب الاستقلال. والاخبار دي جات لك منين؟ مش ابن عبد الوهاب في الحرس الملكي؟ ايوه صحيح، لكن دول قدموا وثيقه بيطالبوا فيها بالاستقلال، وقع عليها 58 شخصيه مغربيه، والملك مأيدهم. الكلام اللي بتقوله ده صحيح يا حاج منصور؟ صحيح، وانا دخلت الحزب وسجلت اسم ابوك لان عارفه راجل وطني. الحاجات دي طبعا هتغيظ فرنسا قوي، لكن طز، احنا رجاله ولا طراطير؟ ما هو السجن، السجن احسن الف مره من اللي احنا عايشين فيه ده. السجن؟ السجن ليه؟ هو احنا مجرمين؟ طيب ده انا طول عمري ما دخلت اسم البوليس، والمحكمه ما اعرفش مكانها فين. ده سجن سياسي يا حاج منصور. سياسي؟ ما تفهمني يا ابني. السياسه يعني اذا قلت لا تتحبس، اذا قلت ايوه اي نعم تبقى زي الخروف ماشي مع خرفان. طيب نمشي في الوسط ونسلم. ما هو يا ايوه يا لا، لازم يكون لك موقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صباح الخير، انت من قلة المأمون؟ ايوه. لا، صديقتهم بقرب لهم. صحيح، دي اول مرة بشوفك هنا. تعالي تعالي عندي. اتفضلي. انا اسمي لولا، وانت اسمك ايه؟ انا سعديه. تاخدي كاس سعديه؟ متشكره قوي ما بشربش. حضرتك فرنساويه؟ لا، اسبانيه. هو في كمان اسبانيين فقراء زينا؟ أنا جوزي زعلان مني،
افترقنا من غير طلاق، الطلاق عندنا ممنوع. هو جوزك في كازابلانكا؟ لا، في الصحراء جنب العيون، عنده مصنع كبير هناك وانا الوريثه الوحيده بتاعته. حضرتك مستنياه عشان تورثيه؟ احنا من دلوقتي اصحاب يا سعديه، لما اورث المصنع نسافر سوا سوا هناك. يا ريت، وناخد كمان معانا حميد ابني حلاله، يدفعك قوي. انت بتحبي؟ لا ليه؟ الله، بتعملي ايه؟ ليه التعب ده كله؟ تعبكم راح؟ انا شفت جارتكم الاسبانيه لولا. تعرفتي على لولا؟ دي ست جدعه قوي. ان شاء الله الاقي لي شغلانه معاها لما تورث جوزها في الصحراء. عاوز ارجع الصحراء، وحشاني رملتها قوي. وانا هسيبك سعدية، انا ليا طلب عندك ولو ان الوقت مش مناسب. ايه هو يا حميد؟ تتجوزيني؟ قلتي ايه؟ انت محتاجة الراجل يحميكي، يعني موافقة؟ بعد اسبوعين فرحنا نكون جهزنا كل حاجة، نجيب المأذون ونلم الاصدقاء والاحباب على اي حاجة. ان شاء الله ان شاء الله فرخه وشويه عيش وكيلو سكر للفرح. هخلي زملائي في المينا يوضبوا الحاجات دي ان شاء الله بالسرقه، باللقمه من بق المستعمر حلال. هيكون فرحنا اعظم فرح في البلد دي اللي بقى لها مده ما فرحتش. ساتر. دي حاجة تزهق. يا حضرة الضابط أوراقي أهي. مين في جيج ومولود في العيون؟ انت ايه اللي جابك كازابلانكا؟ الرزق. كنت بتشتغل ايه في فيجيج؟ مشعوذ. في الادويه، في الاعشاب. انا عندي اعشاب لكل حاجه في جسم الانسان، اعشاب للعينين، اعشاب للرجلين، اعشاب. انا عندي اعشاب تخلي حضرتك تدعيلي. خد اتفضل، جرب، ما تخافش على ضمانتي. هات خلصنا. انت ايه اللي جابك؟ الرزق. مستني ايه؟ اتفضل روح. حاضر. تعالي تعالي. ممكن دي تخرج معايا؟ دي قريبتي. مش انت قريبتي يا سلمى بنت المأمون؟ سلمى بنت المأمون قريبتي. مش انت اتمسكتي مع البنات اياهم؟ لا لا، والنبي يا بيه، ودين النبي محمد مظلومة يا بيه، ودين النبي محمد مظلومة يا بيه. هات خلصنا. خدها. ادعي لي يا جنرال. اتفضلي. متشكرة انك كدبت عليه وقلت له اني قريبتك. مين؟ الظابط؟ ده هو اللي ضحك علينا احنا الاثنين. عارفة؟ ده عارف وفاهم كويس قوي كل حاجة. ازاي؟ هو سابني عشان قلت له اني مشعوذ، والاستعمار بيشجع المشعوذين ويتمنى انهم يكتروا عشان ينشروا التخلف في البلد. انما قوليلي، تتمسكتي ليه؟ الرزق. انت مش قلت الكلمه دي للظابط؟ بس انت يعني مش باين عليكي انك يعني. لا انا مش كده، انا اتمسكت وانا ببيع سجاد للامريكان. وانت اللي بتصنعي السجاد؟ شغل ايدي. انما انت هتفتح لي محضر ولا ايه؟
انت جاي منين؟ من الصحراء. اوعي تفتكر اني مش عاوز بصحيح. مش باين عليك. انا جاي احاول ادرس واتعلم، ولازم اعمل اي حاجه عشان اكل. في الصحراء ما عندناش غير اعشاب، لازم ابيعها عشان اعيش. انت ساكن فين؟ لسه بدور على ساكن. ما تاخد لك اوضه في البيت اللي احنا ساكنين فيه. ها؟ يا ريت. تحت امرك يا مشعوذ. فوت عليا بكره. بكره ايه؟ هو انا هسيبك؟ استني استني لما اعرف العنوان فين. صباح الخير. صباح الخير. انت غبتي فين امبارح لغايه الليل؟ ما جيتيش تساعدي والدتك ليه؟ ورايا النور لازم يخلص. امال هروح فين؟ لا اصل انتي ست من غير راجل والناس بتشنع. انا شفتك بتكلمي راجل امبارح، جار جديد اصله من الصحر، جم الامريكان والنسوان اياهم كتروا، الفقر بيدفع لحاجات كتير مش كويسه. انتي صحيح اتمسكتي في اسم البوليس؟ اتمسكت غلط. كنت بحاول ابيع سجاد الامريكان انا وزهره اخت عايشه، مسكوا كل النسوان اللي لقوهم في العمارة. جارتك عيشة هي اللي قالت لي. أختها اللي اتمسكت معاكي ودوها البوسبير. بوسبير؟ آه، اللي بياخدوا فيه البنات اللي بيلموهم من الشارع. بيعملوا بيهم إيه؟ بيعلموهم ويربوهم يعني. دول بيشغلوهم ف... ربنا يستر. البيت اللي أنتي ساكنة فيه اتعفن. عايزين أقعد معاكم في بيت أبويا. هو في مكان كويس، محدش من العيله عنده خبر. والله العظيم اتمسكت انا وعيشه غلط، وربنا يوديني جهنم ان كذبت عليك. ده ابوكي لو عرف يقتلك، لكن انا مش هقوله عشان صحته ما تستحملش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربي اغفر لي وسامحني وارحمني، إنك أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اغفر لي وسامحني وارحمني، إنك أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو أنا يا أختي كنت عملت فيه إيه؟ راجل في سنه يتجوز واحدة قدها ويخلف منها عيال كمان. مبروك يا حميد. الله يبارك فيك. ايه يا اولاد مش هتساعدونا احضر حاجة للفرح ولا ايه؟ بس هرتوني من الصبح. مبروك مبروك. مطلوب مننا ايه يا سيادة العريس؟ انت تقمد يا حميد. الله يخليك. انا عايز اخد وانا طالع معايا شوية سكر ودقيق. ندبرها، بس مين النهارده في حراسه باب الخروج؟ مسرور. يا ساتر يا رب، ولا يهمك هندبرها وتعدي. تدي له قدشين. وصلنا الخبر. مبروك يا حميد. اي خدمه، عينينا ليك. Thank you.
في ايه؟ في ايه يا حميد يا ابني؟ خير يا حميد، مالك؟ سلم نفسك، ما تتحركش، قدامنا قدامنا. يلا ابني ما عملش حاجه عشان تاخدوه معاكم. انا عايز اروح المحكمه. بريء بريء. انا عايز اروح المحكمه يا ناس، حرام عليكم. ابني بريء، ما عملش حاجه يا الظلمه. ابن حميد ما قتلش. حرام، انتم اللي قتلتوا فيه كل امل. ربنا يخلصنا منكم. احمد محمد، احمد محمد احمد. كل دول رايحين فين؟ قطعين الحرب مع الجيش الفرنساوي. تحيا فرنسا. الله، تحيا فرنسا. انا عايز اروح المحكمه، مش عايز اروح الجيش. صبرك شويه، انت بقى مش عارف مصلحتك فين. اسمك ايه؟ حميد الحاج المأمون. محمد محمد احمد. انا اسمي حميد، وابويا اسمه الحاج، وجدي اسمه المأمون. ثم انا عايز اروح المحكمه، مش عايز اروح الجيش. انت عايز تروح السجن ولا الجيش؟ الله، هما الاثنين زي بعض عندكم؟ اختار يا تروح السجن مؤبد او الاعدام يا الجيش. ابصم هنا، يا ما غيرك بصم من غير ما يسال ليه. ابصم ابصم ابصم. رجعنا يا ابله سعدات. حاضر دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش، خلي الولاد ياكلوا. معلش. لا مش ممكن، لازم تتعشي. ايه الكلام ده يا بنتي؟ اللي ياكلوا واحد ياكلوا 20. انا حاسه اني مضايقاكم في عيشتكم، ده انتوا يا دوب بتلاقوا اللقمه ومش مكفيه. كلهم الاستعمار، ارضنا خيرها كتير وبلدنا فيها مجاعه، محصول المزارع للمستعمرين الفرنسيين والاقطاعيين وحدهم. سلمى يا سلمى. ايه يا بابا، في اخبار عن حميد؟ انا عارف عمله في ايه، مفيش اي خبر عنه. ربنا يرجعه بالسلامه، اصل كل اللي راحوا الحرب محدش منهم رجع. ما تخافش يا حاج مأمون، ما تخافش، قلبنا معاكم. عسى حميد احمد جارنا، والنبي وصى على سابع جار. أنا وأنت هندور على حميد وإن شاء الله نلاقيه. يا ريت، دول محدش يقدر عليهم يا ابني. ولا يهمك، يقدر عليهم ربنا، إن شاء الله هنلاقي حميد. يا ابني هتبقى أرضك لمين يا ابني؟ يابا الأرض عطشانة والمطر مش عاوز ينزل، سقيناها بإيدينا، الجراد أكل غلتها. مساكين، حالهم زي حال ابننا حميد. أمك هتسيبها لمين؟ هنفعها بإيه؟ الواحد بقاله سنين مش غير شغل، الواحد يروح الفرنسويين يموت من الجوع على يموت من الحرب. أرضنا الخيرة الخضرة خضرتها ضاعت. يا عمران حرام عليك اللي هتعمله في نفسك. وأنا لو عشت هرجع لكم تاني. ونموت. موت بعصب لكم قرشين وهي الموتة واحدة. أهل البلد لكن مالهمش قيمة في بلدهم. نعمل إيه؟ حاجة مأمون، يلا رحمة. تعال. Thank you.
مش موجود. لكن انا حسن ضابط، ضابط كان زميلي في مدرسه اعيان المسلمين ليكول دو فيس نوتابل مسلمون. طمني يا احمد يا ابني، ربنا يطمن قلبك. طمني يا خالد، طمني ان شاء الله. اخبار خير؟ اخبار خير. اذا كان بقالنا سنه ما نعرفش اي حاجه عنه، انا مش حاسب. اسمه مش موجود. روحي جيبي اغراضك يا سعديه، احنا تاخرنا. حاضر يا مريم. يعني الأسبانية قدرت تاخدك مننا يا سعدية؟ كفاية كده، معلش، كتر خيركم. أنا راجعة الصحراء، راجعة لبيتنا، أنا هستناه هناك في أرضنا. أنتوا نسيتوا إن الصحراء مغربية واخدينها مننا الإسبان، وأنت مش جاية بيتك هناك؟ أشوفك بخير. بتشوقنا للحرب زي قطيع الغنم للسلخانة. رجعوا لابني، رجعوا للناس أبنائهم، ما تبعتهمش عشان يموتوا في الحرب. الحرب، الحرب بتاعتكم. الإنسان بيبقى أرخص من الكلاب، شيء تافه ملوش أي قيمة. الحرب أنا عشتها أنا وإخواني، إخواني اللي دمهم سال عشانكم في معركة مارن وفردان، إخواني، إخواني الضحايا في فرق جنود المستعمرات الفرنسية، إخواني اللي حاربتوا بيهم وضحيتوا بيهم وانتصرتوا بيهم وبعدين تهتفوا فيف لفرانس. احنا مش عايزين حرب، سيبونا في حالنا. مش عايزين حرب، مش عايزين حرب، سيبونا في حالنا. مش عايزين منكم اي حاجه، سيبونا في حالنا. حاسس برعشة قوية، الألم اللي كان بيجيني رجع لي تاني. سلامتك يا ماما، لازم في حد زعلك. رحت أسأل عن حميد في معسكر التجنيد، أنا وأمك حبسوني. حبسوك؟ ضربوني وأهنوني، أنا منساش عمري. لكن أنا ما سكتش، قلت لهم اللي في نفسي، قلت لهم إذا كانوا هم مبسوطين من الحرب يسيبوا أولادنا يعيشوا ويموتوا هم. هو أنت هتزعل نفسك وتضيع صحتك علشانهم؟ سيبهم يا بابا، ربنا ينتقم منهم ويريحنا من ذلهم. انت لسه صاحي؟ انا ما احبش النوم، النوم بيخليني ابطل تفكير.
ومن غير تفكير مفيش حياة. أنا بقى بعكسك، ياريت أقدر أبطل تفكير، ياريت أقدر أنام. إيه اللي مخليكي قاعدة هنا؟ أمال أروح فين؟ سافري، سافري أي مكان. وأبويا أسيبه لمين؟ ده عيان قوي. وأنا ماليش حد. ولا أنا. أنت. أنت بالنسبة لي. خليك بعيد عني يا أحمد. ليه؟ أنا ما يهمنيش الكلام اللي بيقولوه عنك يا سلمى. أنا كل حاجة بحبها بتروح مني. أنا كده. كل ده كلام فاضي. أنت وأنا ضحية. تمام زي البلد ما هي ضحية. الاستعمار قضى على حاجات كتير حلوة كانت فينا. مش كده يا سلمى؟ مش كده؟ ابعد عني يا أحمد. ابعد. مش ممكن. أنت الحاجة الحلوة الوحيدة اللي مخلاني صابر. اسمع يا سلمى، أنا هطلبك من أبوكي، هتجوزك. تتجوزني؟ تتجوز أرملة ونحس؟ ما تقوليش كده يا سلمى، أنا هتجوزك واخدك من هنا ونسافر من هنا. نروح فين؟ العيون، أي مكان في العالم، أي مكان في العالم بعيد عن هنا. مش طايق، مش طايق. تصوري النهارده رحت اطلع باسبور، رفضوا يكتبوا اني مغربي، جنسية بلدي يمنعوها عني. امال كتبوا ايه؟ انديجان مسلم، حماية فرنساوي. خسرت البلد. عارفه كان نفسي ابقى ايه؟ كان نفسي ادخل الكليه الملكيه في الرباط واتخرج وابقى دكتور كبير. كان نفسي في حاجات كتير. اتفضل يا يوسف افندي. الدكتور يوسف من فضلك. الطبيب والصيدلي المشهور، اسمي عندكم في الدليل. على فكره انتوا عندكم كام عيان دلوقتي؟ قصدي يعني هناخدهم مقاوله ولا بالحته؟ اهدى، واحد بس ربنا يشفيه، ابويا. الله ينعل ابوك يا زمن. زمن غدار بيذل الناس ويسبب لنا المشاكل. امال فين المأسوف عليه؟ اتفضل. شكرا. اتفضل. هي دي مستشفيات اللي عاملينها للمغاربة؟ ده احنا بنخاف ناخد لها العيانين ليجيبوا اجلهم هناك. ده هو زاد عليه العيا بعد اللي حصل لابنك. عيب، الراجل عيان. اخويا حميد
هو فين دلوقتي؟ ابنك راح الجيش عشان قاتل. قاتل بايه؟ بسكين ولا بمدفع يا اختي؟ قدر ربنا، اديك خلصتي منه، وبكره نروح الصحراء وتخلصي مننا احنا كمان. اخذوا الشيطان. جوزها سابته من زمان وقعدت في بيتها في العيون، لما انا قعدت جنبه كان مات من زمان. ليه يا اختي؟ ده انا وامي واخويا يا دوبك ثلاثة، انما انت يا هانم مصنع تفريغ. انت وعيالك كاتمين على نفسه، قاطمين ظهره بشغلكم. وتجارة الشنطة وبس. مالها تجارة الشنطة؟ بتكسر لولا ذهب، واحنا كمان بنكسب من وراها قرشين حلوين. سنيورة لولا طلع جوزها لا عنده مصنع ولا عنده حاجة. مصانع عندنا في الصحراء؟ انت بتحلمي؟ الاسبان ما عملوش حاجة في المنطقة كلها. لا، عملوا شوية دكاكين للتجارة، الناس قاعدين فيها طول النهار من غير شغل. تهريب هو الشغل الوحيد اللي على ودنه. انت اخدتي من بضاعة نيليا وستة؟ انا مش هشتغل النهاردة، هسيب شنطتي المحشوبة. النهاردة الخميس وراح اتقابل حميد. يا نباهتك يا اختي، والله بتفهمي بسرعة. ما انت كل مرة بتروحي تقابليه في المحطة وما بيجيش. اكيد اتجوز وخلف وقعد مع مراته في كاسابلانكا، ولا حتى بيفكر فيكي. بيفكرش فيا ازاي؟ اكيد عنده ظروف. انا هفضل مستنياه لغاية ما يجي يخلصني من الغلب اللي انا فيه. عن اذنك بقى، لحسن عندنا مشوار طويل جايين لنا فيه زباين، هياخدوا بضاعة لطنطان وطرفاي. سيبيني انا المرة دي وروحي لوحدك، علشان ورايا كام بيت هلف عليهم. لا تعالي معايا. لازم تطلعوا لولي الله من غير ما تتلفت وراك. يا بركة ولي الله الصالحين، يا بركة ولي الله الصالحين. انت على الشريف، لازم تزوريه، ده الصحراء محروسة ببركات. ربنا يوعدك يا رب. يا بركة ولي الله الصالحين، اللهم اكرمنا من عندك يا كريم. يا بركة الله. ربنا يرجع حميد بالسلام ويجمع شملنا ببركة الأولياء الصالحين. حميد، حاج منصور، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ربنا نجاك ورجعت، لكن اصبر، كل نفس ذائقة الموت. في ايه؟ الباقي في حياتك. ابوك وليه الاضراب؟ ده احنا لسه حتى ملناش حقوق عشان نطالب بيها. ومن امتى كان للمغاربه حقوق مع المستعمر؟ هم فرضين علينا نشترك معاهم في الاضراب. طب ما يعملوا الاضراب لوحدهم. وتفتكر حتى لو احنا عايزين نشتغل هيسيبونا؟ بينا نقف معاهم. Thank you.
المجرمين اللي هنا مش باين عليهم مجرمين. مسجونين سياسيين. ليه؟ هو انت مسجون في قضية تانية؟ عملت ايه يا مصطفى؟ معلش هيرجع تلاقيه جاي ورايا في السكة شوية اجراءات ويطلقوا صراحة. يعني لسه؟ اطمني المسألة بسيطة. يا ندمتي يا ندمتي. اتحبس ابني مجرم، دي عمرها ما حصلت في العيلة. اودي وشي فين؟ حميد المأمون. ايوه مطلوب في مكتب الضابط. لازم عندك وسطة فرنسية كبيرة. وانا ده حصل مش عايز حاجة. سلم على امي واخواتي. طمنهم عليا. ما تنساش موحة ولد سلمية، ده يستاهل كل خير. ازيك يا طامو؟ ازيك يا حميد؟ انت رجعت؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لازم اجازة طويلة، وهتسافر لوالدتك ولا لسعدية؟ الظاهر هتطول معايا شوية، مش هقدر اسافر للعيون. ليه؟ الاستعمار ورا كل فتنة، لكن المرة دي للأسف العدو مننا والفرنساويين مساندينه. مننا احنا؟ ايوه. الحالة زادت خطورة، تعامل لجلاوي باشا مراكش ابتدى ينفذ لعبة المستعمر. تصوروا ده الاجتماع وانا خايف، بس الجواسيس كتروا اليومين دول. انا جيت الاجتماع اللي فات بهدوم مراتي، وانا كمان كذا مرة لبس واحدة ست. الملك محمد الخامس نفوه هو وعيلته وجابوا بداله
الملك الخاين السلطان بن عرفة. أكيد محمد الخامس مرضيش يبيعنا للاستعمار الفرنساوي ومرضيش يجدد عقد الحماية. فين ألاقي موحة ولدي السلمية؟ ابعد عن الشر يا حميد. في إيه؟ ده أصبح من الخونة اللي بيساعدوا الاستعمار وعينوه مقدم على الحي. خلاص بطل الشر في التهريب؟ بالعكس، ده هو قبل المنصب ده عشان يعرف على راحته. طيب أنا عايز أقابل. ابعد عن الشر يا ابني، دي الفدائيين بيهددوه بالقتل. ألاقيه فين؟ يا إما في دكانه القديم في الحي، يا إما بالليل في كباري سالم في المدينة القديمة. السلام عليكم. خلاص مشوا بعد ما كسروا كل حاجه. الله يقطم ظهرهم. الراديو بتاعي لسه ما حدش كسره، لو حاولتوا معاه هجيب مصر. هاتوا هاتوا حميد هخليه ينطق. تعال ورايا. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. راكب الفيشه.
القاهرة المغرب إزالة المقاومة في مختلف المدن المغربية ضد الاستعمار الفرنسي بعد أن نفي الملك محمد الخامس الذي ضحى بعرشه من أجل استقلال بلاده، فبعد أن استشهد البطل حلال بن عبد الله في الرباط بعد محاولته اغتيال السلطان الخائن بن عرفة. استشهد الفدائي محمد الزرقطوني في منزله بالدار البيضاء، كما اعتقل فدائي آخر في مدينة مراكش. أحسن إذاعة القاهرة بيشوشوا عليه وممنوعة كمان. هذا وقد قدم الزعيم المغربي هذه المسمع على اخر شيء، انتوا عاوزين تودونا في داهيه. دخلوا علينا فجأة ولقونا مجتمعين كده هيقبضوا علينا، دول حتى افراد العيلة الواحدة لو لقوهم مجتمعين بيشكوا فيهم. ما تيجي تجمع الى هيئة الامم المتحدة، ولا انت كبرت ونسيت الجامعة اللي اتعلمت فيه 60 حزب قرآن؟ وده ما اقول يا حاج منصور انسى مدرستي الاولى. ما تيجي، اصل عمال الكيان سنترال هيجتمعوا بعد صلاة الجمعة لتنظيم مظاهرة ضد الإرهابيين العنصريين من جماعة الوجود الفرنسي. طبعا جاي، وانت نسيت يا حاج منصور اني ابن حتة كريان سنترال. طب انا هستناه. مع السلامة. مركبك عدى البحر والباقي عدي عدى الحدود وبقوا قافلة في الصحراء كمان، والعربية اللي انت طلبتها جاهزة. معلش هتعبك معايا شوية. ما تقولش كده، تعبك راح، ما انت كمان ممكن تخدمني. انا جاي لك كازابلانكا عشان اروح لعمي في مدينة ازر، اصل هناك في مدرسة اعدادية. لكن اللغة العربية فيها ممنوعة، والبكالوريوس ممنوع على المغاربة كمان. ربنا يسهل. زمان العربية وصلت. هو انت كل يوم خميس لازم تمشيني مشوار على الفاضي؟ انا متأكدة انه مش جاي. كوتي فعل الله ولا فعلك، انا حاسة انه جاي. يلا بسرعة تعالي.
كتب على شيء بعد اللقاء ندوق عيني نار الحنين بعد الفرح يجي زورنا دمع حزين مكتوب علينا اللي انكتب على شيء بعد اللقاء ندوق عيني نار الحنين بعد الفرح يجي زورنا دمع حزين دمعتي اهدي ما تجرحي ما تجرحيش خدي وانت البعدك مهما طال حيش بصورتك في الخيال واكتب اسمك على الرمال عشان بحبك اكتب اسمك على الرمال
واحد بكره مستنيه وحستنى حستنى للأمل الحلو معاك حستنك انا حستنك مستنيه وحستناك حستناك حستناك للأمل الحلو معاك حستناك حستناك مستنيه بشويلي مستنيه بخوف علي تجرحيش خدي آدم عيدي هدي هدي ما تجرحيش خدي وانت البعادك مهما طار حيش بصورتك في الخيال واكتب اسمك على الرمال عشان بحبك اكتب اسمك على الرمال محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ايه اللي حصل؟ روح شوف المجزرة اللي جوه وانت تعرف ايه اللي حصل. مش عارفه مالي؟ مش كنت بتشوف الجنازه؟ ما شفتيش كام قتيل فيها؟ ما شفتيش جنازه الحاج منصور؟ مسكين الله يرحمه. مش عارفه ايه اللي بيحصل لنا ده. لازم كلنا نعرف ان الحرب العنصريه لسه مستمره. الراسيزم مش المستعمر بيتباهى بالكلمه دي؟ وهنعمل ايه؟ انت
بل محدش بيقدر عليهم. مش هم خدونا الحرب وعلمونا نمسك معاهم السلاح عشان ندافع عنهم ضد عدوهم على خط النار؟ يبقى احنا نمسك السلاح ضدهم عشان ندافع بيه عن نفسنا بعد ما اعلنوا حرب عنصريه ضدنا وحرمونا من حريتنا. طماطم طماطم حمرا زي الدم، جزر شباب زي الورد. وده وقته وليه لا؟ ده عشانك هديه من الحبايب. بلاش تبص الخضار اللي فوق كويس، المهم اللي تحت، المهم الطبخة وانت طبخة كويسة. معاد الغدا فين وامتى؟ قرب الجامع الساعة 12، سيبيه هناك وروحي وملكيش دعوة بيه. اللي هيتغدى بيه هيجي ياخده. Présence française, oui. La présence française est pour quelque chose. Il fait chanter ces petits héros. Un kilo de tomates, s'il vous plaît. Non, je ne sers pas les indigènes. مسافر، لازم اسافر دلوقتي. مسافر على فين؟ رايح وجدة. لوحدك؟ ايوه. احمد، انت رايح مع المتطوعين المغاربة اللي بيساعدوا جيش التحرير الجزائري، مش كده؟ ما تكذبش عليا، قولي. أيوه. لا لا يا أحمد، لازم أسافر يا سلمى، لازم. يبقى هسافر معاك، هتطوع زيك. مش ممكن، أنا خاف عليك يا حبيبتي. وتفتكر يعني أنا مش هخاف عليك؟ تفتكر وأنت بعيد عني مش هبقى قاعدة وقلبي في نار؟ سلمى، أنا رايح الحدود الجزائرية، السفر صعب والمهمة أصعب. أنا مراتك يا أحمد ولازم أكون جنبك. مهما حصل، مهما حصل،
الشمس اهو، مش شايفه صورته في القمر؟ ده بيتبسم لنا كانه بيبص لنا. لازم نرفع علمنا المغربي زي ما كان ايام زمان بيترفع كل يوم جمعه. قتل ليه؟ ما استغرقته عشان يعرف قد ايه ان احنا بنحبه. حبيبي في القمر وقال لي كلمة بصوت رقيق، والفجر جاي والفجر جاي والفجر باي بعد السهر، وقلبي السابق عالطريق هو الحياة بالنسبة لي، هو أيام اللي جاية سواقوه عرش المحبة اللي قدمه هدية، اللي قدمه هدية قبل السفر ويا القمر، وكل ليلة يا قمر وكل ليلة في المعدل حد ما جاء السفر. صدقوني صدقوني وشفت حبيبي في القمر. حميد اخويا الحمد لله على السلامه، وحشتني قوي. انا عارفه الظروف صعبه اليومين دول. احمد حميد اخويا. اهلا 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 يا اخي. سعديه عند السنيوره لولا، بعد ما تتغدى هناخدك عندها. سنيورة لولا هنا؟ روح قولي لأحمد الهادي. يلا امشي. تعرف لولا؟ هو في حد ما يعرفش لولا؟ حميد استناني هنا دقيقة. اون مومنتو بار فافور. سعدية حميد. لا البحر. أنا حميد يا سعدية. قدر ما فرق بينا كان عندي احساس اني مش هنتقابل تاني وان الدنيا كلها هتتقابل. ما تقوليش الكلام ده يا سعدية. لما كنت في الحرب وسط النار كنت عايش بيك، كنت مصر ان انا اعيش وارجع لك. تعرف يا حميد انا زرت كل الاولياء ودعيت لك المولى علشان نعيش مع بعض على طول، بيتم الفرح اللي ما تمش. حميد حميدو حميدو راح فين؟ حميد. اوه سنيور اميدو، انا سعيده اللي شفتك تاني. وانا كمان سعيد اللي بشوفك تاني واسمع صوتك الحلو، احلى صوت سمعته في حياتي. انت اميدو طول عمرك معجب بصوتي. في كازابلانكا كنت تقعد بالساعات تسمعني.
فاكره لما الجيران كانوا بيزعلوا انا دايما كنت بتخانق معاهم عشانك. ايوه صحيح، انت بتشتغل فين دلوقتي؟ يعني بدور على شغل. ممكن تشغليني في المصنع بتاعك؟ سيبك من المصنع ميدو، في شغلانه تكسب ذهب. شفت سعديه بقت ازاي؟ هي دراعي اليمين ودراعي الشمال وكل حاجه في المصنع. اوعى تكون جاي تاخدها مني. ازاي؟ وده معقول؟ يا ستي خدينا احنا الاثنين معاكي علشان نخدم احلى واطيب سنيوره في العالم. ده العيله كلها تشتغل معاكي. انا مستعد اشتغل اي شغلانه ممكن تجيب فلوس. حتى لو في جهنم؟ ده انا بدور على جواز سفر لجهنم. اسمع يا حميد يا ولد رحمة، عايز مني حاجة؟ ليه بتشتغل مع الإسبانيولية؟ ولا تشتغل مع مين؟ تشتغل معانا احنا، شغلك معانا هيبقى في مصلحتنا احنا الاثنين. انت مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم نتعاون سوا. انت مش بتعرف بتوع بلدك؟ عندك حق، كل شيء هنا اتغير، ما بقتش عارف حد. من زمان الاسبان اتسللوا للمنطقة من غير اذن السلطان، والوقت بقوا اسياد المنطقة، وبعد عهد الحماية خدوا نص بلادنا المغربية. انت مش عرضت عليا شغلانة احسن من بتاعة الاسبانيولية؟ طبعا. ما قلتليش ازاي هنتقابل وامتى وفين عشان نتفق ونبتدي الشغلانة. بكرة لما تطلع الشمس جنب الواحة هتلاقي خيام مضروبة، اسأل على بتاع الجمل هيدلوك. طيب ما قلتليش الشغلانة عبارة عن ايه؟ انت مستعجل تعرف ليه؟ اسمع يا حميد، البضاعة اللي بنتعامل فيها زي أي بضاعة تانية، ولكن إذا أظهرت رجولة وشجاعة هتكون من أحسن الرجال. ممكن أعرف نوع البضاعة؟ طبعا، لكن بعدين، بعد ما نتأكد إنك معانا 100%. شوف، أنت هتقعد معانا كام يوم هتعرف حاجات كتير قوي قبل ما تسافر. البركة فيك وفي السنيورة لولا، الظاهر مفيش حاجة ملهاش نصيب فيها. بنتعامل معاها في التغريب، لكن باين عليها طماعة قوي، عاملة زي المنشار، طالعة واكلة نازلة واكلة. ديما ديما بركة، ديما ديما سيكي فاي، ديما ديما بركة، ديما بركة موتيفو، ديما بركة راتان، ديما ديما بركة. Dime, dime si que voy. Dime, dime por qué. Dime por qué motivo. Dime por qué razón. Por qué te vas. Por qué me dejas. Ya te olvidaste de tu promesa. Por qué te vas. Por qué. ¿De qué te quejas? Ya te olvidaste. La puerta tienes abierta. Cierra, ta, 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 ta. Dime, dime. ¿Eh, amigo? ¿Corre, tamam? تمام، هستلم بكره في مكان مأمون، وهدور على مكان في المصنع اخزن فيه البضاعه لغايه ما اسلمها. ايه نوع البضاعه؟ المهم تكون بضاعه سالكه ومربحه زي العاده.
نصيبك هيوصلك لغاية البيت زي ما اتفقنا. المهم مالكيش دعوة بتاع الجمل. تعال خد معانا كاس. بعد إذنك سينيورا لولا، أصل أنا لسه ما روحتش بيتنا. أول ما وصلت حبيت أطمنك. زمان بتاع الجمل اللي عمال يدور عليا لازم عارف إن أنا جيت. طيب عميدو، بس ما تنساش تسلم البضاعة بسرعة. حاضر حاضر سينيورا لولا، ما تخافيش مش هتطول في المخزن. سلام. أديوس. والمهمة دي بالنسبة لنا مش أخطر من المهام اللي سبق قمنا بيها. قدامنا ثلاث مراكز في وادي الدهب ومراكز تانية في الساية الحمر، نهجم عليهم مع أخواننا المغاربة في الصحراء. بعد الهجوم على مركز طرفايا ومركز راس بوشدير، الوجود الأسباني أصبح في خطر. لكن مهمتنا صعبة قوي، والأسبان مفتحين عيونهم كويس. ما هو الأسبان في العيون والدخلة، لكن إحنا عارفين بلدنا كويس. صحيح، العيون دي مدينتكم وأهلك فيها، وأهل مكة أدرى بشعب. مع السلامة. اسأل على بتاع الجمل والكل يدلك على سعيد. مع السلامة. مع السلامة. على فكرة أنا سمعت أخبار منصورش. خير؟ حوادث خطيرة في إثم بين سكان قبيلة آيد بعمران والجيش الأسباني. عندي خبر. وكل حاجة عندك خبر؟ مهمتنا عايزة كده، أصل اللي بيهرب لازم يعرف كل حاجة بتحصل في السكة، كمان عايز جو أمان. طب ليه الأسبان عملوا كده؟ علشان الصحراويين مغاربة وطلبوا ينضموا لبلدهم المغرب. كانت النتيجة إن الجيش الأسباني ضرب المنطقة بالقنابل. عشان إيه؟ عشان يرد التحية لجيش التحرير يا أخي. دول ميتين ولا إيه؟ فهموا الإشارة ومنتظرين. أنا رايح أكلمهم. هريت ودانا بنفير سيارتك، أنت سرك إيه؟ عاوزين نعرف. كيلو 20 العيون يا أولاد العم. أنا من الدشيرة. رد الأمانة لأصحابها. بتاع الجمل بيسلم عليكم يا أولاد العم. مبروك. ردوا الأمانة لأصحابها. ويسيب البلد يا هبلغ عنه الحاكم العسكري علشان اخلص من المسؤولية. تحب اسالك يا حميد؟ لا متشكر قوي. تعالي بس، تعالي تعالي يا سعدية. تعالي. حوادي صناديقي فين؟ اصل ده في تاجر عايز يشتريهم، هبيعهم له وبعدين نتجوز ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. تعالي. السلاح اللي في صناديق جوه المخزن بتاعت مين؟ سلاح؟ سلاح ايه؟ تعالي بس تعالي. انا عارف، بس عايز اعرف عشان مين. كان لازم تعرفي انه علشان جيش التحرير في الصحراء. مش خلاص الملك رجع والارض اتطهرت من الاستعمار؟ ايوه، لكن لسه في جزء من الوطن مختصر، في لسه معركه مع الجيش الاسباني.
اخوان صحراويين زينا ماتوا في قايد بعمران. انت في داقي يا حميد؟ يعني حكاية الخاين اللي اتقتل في جبري سالم واللي حكيت لي عنه؟ انا اللي قتلته، بس كنت لسه مش في المقاومة. يعني انت جاي عشان تقتل مش عشاني انا؟ انا جاي عشانك يا سعدية، لكن في اللي اكبر مني ومنك، في حب المغرب بلدنا اللي اغتصبها الفرنسيين والاسبان وقسموها. تعلمت الوطنية دي فين يا حميد؟ تعلمت من السجن يعني ايه الحرية، تعلمت موت ابويا ومصع الحاج منصور مع العمال في الجامع، تعلمت من العمال اللي كان الجيش الفرنساوي بيلمهم في عربات لورة عشان يشنقهم، تعلمت من الناس بيضربوهم بالنار في الشوارع. كل دول علموني ازاي اكون في دالي. مش خايف على نفسك يا حميد؟ دي لولا متضايقه منك قوي. سعدية اوعي تقولي لها. هي اللي قالت لي، وقالت لي كمان اقول لك يا تسيب البلد وتبعد عني يا تبلغ عنك الحاكم الاسباني. ابعد عنك. جراسي سنيورا لولا. اسبانيا وتموتي فيها زي ما تموتي فيا. العف، دي واجب وطني سيدور خوسيه. دي كنت متردده وعلشان كده ما بلغتش الوقت المناسب، ودي اداني الفرصه، لكن انا هنعرف نلاقيه. اديسس كتابك في المكان المحدد والزمان المحدد، خلي بالك من نفسك. ما تخافش علي، كل عساكر المنطقة دي أصحاب سنيورة لولا. ممكن أسألك سؤال؟ وده وقت سنجين. كمالي ده كله عشان ليه؟ عشاني أنا؟ طبعا عشانك، كأنك بتضحي بحياتك عشاننا كلنا. دلوقتي زي بعض في جهنم واحد. كلم نفسك يا حبيب وارمي السلاح والا هنهد البيت عليك. سلاح يا عم حبيب؟ احنا عارفين انك موجود هنا، انت محاصر. انت واقف كده ليه؟ انت مش سامعهم بيقولوا ايه؟ كلم نفسك احتلك. اما انت اعصابك بارده صحيح؟ انت بتلعب بحياتك. كلنا فدائيين يا حبيبي. انا واحمد كنا في خليه واحده من غير ما نعرف بعض. قبلت المارش سنترال انا برضه، بس كنت لابس ست. وانا اللي وضبت لك سابق الخضار وبعته لك لحد الجامع. عايز ادي لك فرصه عشان تهرب. اصحابك اللي هاجموا مراكزنا في وادي الدهب وطرفايه والساقيه الحمراء استسلموا. موقف خطير جدا بالنسبه لنا. انت سلم نفسك وارمي السلاح يا حميد، عندك فرصه تسلم نفسك احتلك، مفيش فايده من المقاومه. سلمى، سلمى،
في ألمة. المهم يكون حميد قدر يهرب. أخوك يستاهل الواحد يموت عشانه. مش قلت لك هكون نحس عليك؟ مش قلت لك مش ممكن حنفترق مهما حصل؟ انت منتظر حميد مش كده؟ فين حميد؟ ما جاش ليه؟ ما تخافيش، حميد مش هيجي على هنا لان الرفاق دبروا هروبه للجزء المحرر من بلدنا. عايز اشوفه ضروري قبل ما يسافر. هيكون دلوقتي وصل لشاطئ الامان، لكن هحاول اخليك تلحقيه لو قدرنا نلحقه. يلا بسرعه لحسن العساكر الاسبان جايين على هنا، اصل رجالتنا بيتوهون في الصحراء. انت يا سعدية يا بنتي زي الصحراء المغربية، وحميد زي باقي تراب المغرب. حيتلم شملكم مع بعض في يوم من الأيام في فرح كبير، وحيكون الفرح ده هو اللي بيحلم بيه كل مغربي، سواء في الصحراء أو في أرض المغرب كلها. معلش نسير ويرجع. حميد أكيد معاهم. لا يا تاني. الله أكبر. الله أكبر. الله كل شيء خلاص انتهى يا سعدية، مفيش قوة هتقدر تفرقنا، خلاص رجعت لنا أرضنا واتلم شملنا. الله أكبر، الله أكبر، الصحراء بلدنا وإحنا جذورها، ومين يقدر يقلع من الصحراء جذور مسقية بدماء المغاربة الأحرار؟ أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء، مكافحا عن وحدة وطني من البوغاز إلى الصحراء.